إن للتاريخ والأخبار علاقة مترابطة، فمجريات التاريخ ترويها تفاصيل الأخبار، وهذه الأخبار جزء مهم من حياتنا. فالعالم من مشرقه ومغربه يتداولها، كلما أشرقت شمس وغربت ولاح نجم وغاب، ونحن بدورنا نستعرض أهم الأحداث المحلية والعالمية. فأهلا بكم معنا في متابعات إخبارية. بدأت مدن صينية في تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، رغم أنها لا تزال تعاني من تزايد الإصابات، فيما يخشى البعض من خطر العدوى. الإجراءات الجديدة شملت تخفيف متطلبات الفحص وقواعد الحجر الصحي قبيل تحول متوقع في سياسات التعامل مع فيروس كورونا على مستوى الصين بعد اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق. بعد 9 أشهر من الحرب الروسية على بلادهم، اعتاد أطفال أوكرانيا على صوت صفارات الإنذار، فعندما يرن جرس إنذار المدرسة يرتدي الأطفال ستراتهم ويتوجهون إلى الملجأ للاحتماء من القنابل. وحول المعلمون ملجأ القنابل إلى مكان يمكن للأطفال اللعب فيه ونسيان الحرب. ووفقا لوزارة التعليم في أوكرانيا، تضررت أكثر من 2000 مدرسة منذ بداية الحرب. جمع المحققون الأوكرانيون آلاف شظايا الصواريخ والقنابل العنقودية والقذائف الصاروخية التي أمطرتها روسيا على مدينة خاركيف الشرقية لتقديم أدلة على ارتكاب جرائم حرب. المتحدث باسم مكتب المدعي العام في خاركيف قال إن روسيا استخدمت هذه الأسلحة لمهاجمة البنية التحتية السلمية والمدنية والمستشفيات، بالإضافة إلى المباني ومجمعات الشقق والشركات الخاصة والحكومية التي لا علاقة لها بالبنية التحتية العسكرية. وعلى مدى أشهر قصفت القوات الروسية مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بالمدفعية والصواريخ، ونفذت الهجمات في مناطق مكتظة بالسكان بشكل عشوائي باستخدام صواريخ شديدة التأثير وذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع، وذلك في انتهاك واضح للقوانين الدولية. يتدفق المتفرجون لإلقاء نظرة على الحمم المتدفقة من بركان ماونا لوا في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، الذي بدأ ثورانه هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 1984. وبعد إعلان وكالة إدارة الطوارئ في هاواي أنه لا توجد مؤشرات على أن الحمم البركانية ستهدد المناطق المأهولة بالسكان، حيث بدأ العشرات يتوافدون يوميا بالقرب من القمة، وبعد وصولهم يسحب المتفرجون مقاعد وأكياس تخييم من سياراتهم ويستقرون فيها ليشاهدوا أعجوبة الطبيعة. ويبدأ الفنانون برسم صور للثوران البركاني. من جهتها قالت السلطات إن تدفقات الحمم البركانية من ماونا لوا بدأت تتباطأ وتنتشر، ولا تزال على بعد أكثر من 5 كيلومترات من طريق سريع قريب. أطلقت شركة ستارشيب تكنولوجيز روبوتات ذاتية القيادة من أجل خدمة توصيل تجارية واسعة النطاق تستهدف الشركات والجامعات في الولايات المتحدة. تستخدم الروبوتات ذات العجلات الستة نظام تحديد المواقع الجي بي اس والرادار والكاميرات وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية لتسير بشكل مستقل وتتمكن من تفادي العقبات الموجودة في الطريق دون تدخل بشري. وتحمل الروبوتات الطلبات في صندوق تخزين مغلق ومدمج بها يتم فتحه باستخدام تطبيق ستارشيب.
احتفلت حديقة تيير بارك للحيوانات في برلين بعيد ميلاد الدب القطبي هيرتا الرابع، واستمتع الحيوان الصغير ووالدته تونجا بتناول المثلجات المتدلية من شجرة عيد الميلاد. ويعد الدب هيرتا من آخر الدبب القطبية في برلين، وتوفي آخر دب قطبي شهير في ألمانيا والذي كان يحمل اسم كنوت مبكرا جراء مرضه، وذلك في عام 2011 حيث كان في الرابعة من عمره. وفشل العديد من صغار الدببة الذين ولدوا في بلوغهم مرحلة البلوغة. احتفلت الهند باليوم الوطني لمكافحة التلوث حتى مع بقاء العاصمة نيودلهي غارقة في غطاء كثيف من الضباب الدخاني، وفي ظل مؤشر جودة الهواء في فئة سيئة للغاية. وتعد دلهي هي العاصمة الأكثر تلوثا في العالم، حيث يتأثر سكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة بشدة بالدخان في معظم أيام الشتاء جراء التلوث الناتج عن المركبات وغبار البناء وحرق بقايا المحاصيل في الدول المجاورة. وفي البرازيل أظهرت مشاهد طائرات دون طيار تم التقاطها فيضانات غزيرة في بلدية سانتا كاترينا الجنوبية، وأغرقت الأمطار الغزيرة المنازل والطرق، وشوهدت قوارب الإنقاذ تراقب المنطقة المتضررة. ويجري حاليا جمع التبرعات مثل الملابس والأغذية غير القابلة للتلف ومواد التنظيف لمساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات في المنطقة، وذلك لتوزيعها على المتضررين. بدلاً عن مواد البناء التقليدية، استخدم مهندسون معماريون التوابل والسكر والبهارات لصنع مدن من خبز الزنجبيل القابل للأكل في متحف الهندسة المعمارية في لندن. وقام المهندسون ببناء 5 مدن باستخدام الكعك والبسكوت وأربطة الفراولة والكثير من التوابل، كل منها في مناطق مناخية مختلفة منها المدينة القطبية والقارية والمعتدلة، بالإضافة إلى الجافة والاستوائية. دخل خبز الباغيت، وهو الخبز الأساسي على مائدة الفرنسيين، قائمة الأمم المتحدة للتراث الثقافي العالمي. وصوتت منظمة اليونسكو للتراث لصالح إدراج مهارة صناعة خبز الباغيت وثقافته على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، والتي تضم بالفعل نحو 600 ممارسة تقليدية من أكثر من 130 دولة. وخبز الباغيت وهو رغيف طويل هش له قشرة مقرمشة، رمز لفرنسا في جميع أنحاء العالم، وهو مكون رئيسي على موائد الطعام الفرنسية منذ 100 عام على الأقل، إذ يعتقد البعض أن عمره أكثر من ذلك. إلى هنا تنتهي معكم متابعتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.